ممكن تشرب وتهدي نفسك شويه. اهدى ازاي بس؟ محمود جاب نفسه لحد الشركه، يعني بعد المده دي كلها يجي يلاقي العك ده كله؟ اديك قلتها، هو بقاله سنين ما يعرفش حاجه عن الشركه. انت المدير الحقيقي هنا، تعال. انت لازم تكون اهدى من كده شويه. محمود اذكى بكتير من انه يقف مع العمال ضدك. محدش يعرف حاجه عن الشركه دي غيرك. اشرب. مستر راجل، انا حاولت ادخل الميتنج اللي عامله مستر محمود مع العمال زي ما حضرتك طلبت مني، لكن هو رفض. طيب متشكر يا مالك. عملت فوتوكوبي للورق اللي طلبته منك؟ تقريبا 5 دقايق كل حاجه هتبقى جاهزه. طب ماشي، انا عايزك تعمل حسابك، ممكن يكلمك في اي وقت عشان يبص على الحسابات. تمام يا فندم، وانا جاهز بعد اذن حضرتك. اتفضل. خد باله من حاجة؟ لا ما اظنش كان بان عليه. لا برضه المفروض ناخد بالنا أكتر من كده. خلاص يا راجل ما تفكرش أكتر من كده، كفاية المشاكل اللي عندك. أنا لحد دلوقتي مش قادر أصدق إن اللي بتحكيه ده حصل عندنا في الشركة. أنا كمان اتفاجئت زيك بالظبط. بصوا، أول حاجة لازم تتعمل الناس الغلابة دي تتعالج. هم مش عاوزين مشاكل، بس هم ما راحوش الشركة غير لما فاض بيهم بقى، خلاص ضهرهم بقى للحيطة. عندك حق يا علي، الناس دي فعلا ملهاش ذنب، وسواء كانت الأمراض من المصنع أو مش من المصنع احنا برضو لازم نعالجهم، عشان في الآخر هم اللي شايلين المصنع والشركة. ماشي، المهم إن كل ده يحصل بسرعة قبل الموضوع ما يوصل للسوشيال ميديا. ألو. طبعا فاكرك. انا اعرف محل حلو قوي، ممكن ابعت لك رقم. ماشي، اوكي، ماشي، هقابلك هناك. باي باي. مين ده يا مروان؟ ده الراجل اللي خبطني وانا بالموتوسيكل. وعايز منك ايه؟ مفيش، عايزني اروح معاه عشان عايز اشتري موتوسيكل. يا سلام، ده بجح قوي، يعني يخبطك وعايزك تساعده؟ فيها ماما، عادي يعني، احنا بقينا صحاب على فكره. تعرفه منين عشان تصاحبه؟ ايه ده؟ هو انت جاي النهارده تلعب عليا دور الام؟ انت بتكلم دي كده ليه؟ انا همشي احسن. معلش يا ماما ما تزعليش. شايفين بيكلمني ازاي؟ بصراحة برضو مروان معاه حق، انت وهو بتعاملوه على انه عيل صغير. الكلام اللي انت بتقوليه له ده مش هو اللي هيخليه صاحب فلان او يقاطع علان. الكلام لازم يطلع من دماغه هو، محدش يديله تعليمات عشان يعرف يفرق بين الصح والغلط. ماشي يا سيدي، ربنا يخليكوا لبعض. شفت يا عمي؟ شفت اللي بيحصل؟ انا لحد دلوقتي بحاول استوعب ازاي العمال يعملوا معانا احنا كده. احنا اكتر شركه بتهتم بعمالها وسلامتهم. كون انه يوصل بيهم الامر انهم يجوا لحد هنا ويتظاهروا ويعملوا المشاكل دي كلها، ان كان عندهم شكاوي ومحدش عبرهم ولا حقق فيها. مفيش اي شكاوي، شغلنا كله مظبوط، كل منتجاتنا خاضعه لتحليل دقيق في معاملنا للتاكد من المواصفات، حتى اجراءات السلام من اكبر حاجه لحد اللبس والنظارات والماسكات. الموضوع ده كله واضح انه متدبر. طيب انا همشي معاك للاخر. مين اللي هيدبر حاجه زي كده؟ اكيد حد من منافسينا في السوق عايز يشوه سمعتنا، زق عليها العمال يعملوا مشاكل. وايه اللي هيستفيدوه العمال من حاجه زي كده؟ يمكن فلوس، يمكن عرضوا عليهم وظايف ومرتبات اكبر. انا عن نفسي متوقع اي حاجه. إذا كانوا بيقولوا إن معاهم تحاليل وأشعاعات تثبت إن عندهم المرض الخطير ده، وطبعاً مش معقول العمال دي كلها ويجي لها المرض ده وفي نفس الوقت ويبقى صدفة. دي التقارير الدورية بتاعت وزارة الصحة ووزارة البيئة اللي بتثبت إن احنا ماشيين على كل الإجراءات المطلوبة مننا. أنا هاخدها معايا البيت وهقراها بتركيز. ده
ده كشف بأسماء العمال اللي حرضوا زمايلهم يجوا النهارده. أنا ابتديت تحرياتي عشان أعرف مين اللي وراهم وإيه السبب الحقيقي اللي خلاهم يعملوا حاجة زي كده. أنا مش عايز أي حد من العمال يتأذي أو يتعرض لأي نوع من أنواع التهديد. طمن يا عمي، ده عمره ما كان أسلوبنا في حل المشاكل مع العمال. للأسف اللي حصل قدامي النهاردة بيقول غير كده، اللي مخليني مش قادر أخد قرار إن الصورة لسه مش واضحة قدامي. لكن في اللحظة اللي هتأكد فيها إن مرض العمال ده بسبب خطأ من الشركة، أنا هيكون رد فعلي عنيف جدا على المخطئ أيا ما كان منصبه. كلامي مفهوم طبعا. عايزين نطلع قرار فاصل نصب السواق. ليه؟ لأن هو اللي نقل العمال من المصنع لهنا. وده يستاهل يترفض عشان سبب زي ده؟ طبعا، عشان بقية السواقين ما يعملوش حاجة زيه، وفي نفس الوقت ما يحصل لناش كل يوم قلق في الشركة. خلاص، خلي بس ما تحضر القرار وأنا همضيلك عليه. لا طبعا. وبعدين بقول لك ايه، انا بقالي كام يوم عامل زي العيال، متحمس جدا لموضوع الموتوسيكل ده. طيب ادينا قدامنا كل حاجه، هو في ليسنج في كروزنج في كل حاجه. نورنا يا فندم. خلود عامل ايه؟ الحمد لله كويس. تحب اساعد حضرتك في حاجه معينه؟ لا لا تمام، انا هتعامل. بس اتفضل يا فندم مكانك. ايه بقى، تحب موتوسيكل معين؟ يعني عايز حاجه للسفر مثلا، ولا عايز حاجه تروح بيها الشغل كمان، ولا عايز ايه؟ هو الموضوع يفرق قوي كده؟ اه طبعا، انت زي ما انت عارف الشوارع في مصر ضيقه بقى ومكسره والكلام ده كله، فلو محتاج حاجه تروح بيها الشغل هتضطر تجيب موتوسيكل صغير ويعني تقدر تتعامل بيه في الشارع على المطبات والكلام ده كله. لكن لو عايز حاجه بقى تسافر بيها وتخرج والكلام ده كله، ايوه هندور بقى على سرعه اعلى واستابيليتي اكتر وحاجه مريحه موتوسيكل بقى. شكلك فاهم قوي في موضوع الموتوسيكلات. يعني شويه. ايه بقى؟ بص يا سيدي، انا هحسب لك الموضوع ليك، انت تنقي لي احلى موتوسيكل شايفه ليا. انا محتاج حاجه للخروجات للسهر، بس مش هينفع للاسف اروح شغلي بموتوسيكل. ما حلو قوي ده اهو، نهار حلو قوي ده، جربه كده. على فكره انا ممكن اجيب الموتوسيكل ده واركنه عشان اتفرج عليه بس. انا نهار ابيض حلو ده. رد نكمل بعدين. لا لا لا، مش مهم خالص. ايه صاحبتك يعني حاجه زي كده؟ اصل انا حافظ الوش ده، عندي منك في البيت. ابني برضو مصاحب وبيحب ومتنيل على عينه وعاوز يتجوز. لا لا لا، ايه ده، هتجوز ايه؟ مش هتجوز دلوقتي خالص. اشمعنى هربط نفسي من دلوقتي ليه؟ برافو عليك. امال عايز تعمل ايه؟ عايز اسافر، عايز اروح امريكا، ارجنتين، برازيل كده. ايه ده؟ طب وانت ما قلتش ليه الكلام ده؟ ده انا ممكن اساعدك جدا على فكره. فعلا؟ انا كنت بسافر كتير جدا، ولغايه النهارده بسافر كتير قوي، وعندي علاقات في كل حته في العالم. كل البلاد اللي انت قلتها دي اعرف ناس فيها ممكن تساعدك قوي. انا عاوزك بس تقول لي البلد اللي انت عايز تروحها، مالهاش دعوه. ماشي يا اخي. يا ريت ابني يبقى عامل زيك كده، انا عاوزه يتلحلح كده، يعيش الحياه، يسافر، يعك، وبعد كده يتنيل يرجع يتجوز، ولا يشوف هو عاوز يعمل ايه. انا مش عارف هو مستعجل على ايه. لا ما تقلقش عليه خالص، انت هتقولي بس وانا هعقله. هتعرف؟ اه ماشي. محمود بقى عامل ايه في كل ده؟ على اخره. كويس قوي، دي فرصتك بقى. مش فاهم. ما هو كل اللي بيحصل ده معناه ان راجي مش عارف يدير الشركه، فطبيعي جدا ان محمود يطيره في اي لحظه. دي فرصتك انت بقى، هيلاقي مين احسن منك يمسكه منصب زي ده. اتجننتي يا نانسي، عايزة يطير جوز بنته ويمسكني انا؟ طب ليه؟ ما هو يا حبيبي لما جوز بنته يبقى غرقه وغرق الشركه طبيعي جدا انه يمشيه، ده بزنس مش لعب عيال. وبعدين فكر معايا بالعقل كده، مين غيرك انت بعد راجي ممكن يمسك منصب زي ده؟ مفيش طبعا. يا نانسي، الموضوع ده لو ما اتقفلش واتفتح فيه تحقيق ممكن ما بقاش في شركة من الأساس. ما
ممكن؟ بسمة لو سمحتي ما تقفليش التليفون. مش انت قايل انك متوتر ومضغوط؟ يبقى تسيبني نفسك خالص وانا هعرف اخرج التوتر ده. انت مش متخيله يا بسمة كم الافكار اللي في دماغي عامل فيها ايه؟ ومفيش حد غيري هيعرف يطلع الافكار دي كلها. سلام. يعني انا مش فاهم انت ازاي في حالتك دي بتنزل تروح الشركه وكمان تتظاهر وانت يا ماما سبتيه ينزل وهو كده؟ والمسيح الحي ما قال لي سهاني وانا واقفه في المطبخ ونزل. يعني انت يا رامش كنت عايزني اخذلهم وما اروحش معاهم بعد ما طلبوا ده مني؟ يا بابا انت راجل تعبان وصحتك على قدك واي حاجه ممكن تاذيك، وبعدين انا متاكد لو كان اي حد معاك كان عارف وضعك ما كانش حد يكلمك. انا واضح هو وضعه، كلنا واقع علينا الضرر والظلم والمرض ولينا حق وهناخده من حباب عينين صحاب المصنع. وانتوا تفتكروا اللي انتوا بتعملوه ده هيحوق؟ دي ناس مسنوده ومفيش حق هيرجع، حتى لو عمال وقفوا الشغل هيجيبوا ناس مكانهم ويكملوا، ما هيريحوا دماغهم. مش احسن ما نقعد حاطين ايدنا على خدنا مستنيين الموت واحد ورا التاني؟ اشرب اشرب يا عدلي اشرب، ريح نفسك. هذا الشر عليك يا بابا. يا بابا بس انا عايزك تخلي بالك من نفسك، انا وماما مالناش غيرك. اطمن يا رامز اطمن يا ابني. ارتاح. خد يا حبيبي عنك. ارتاح. بالهنا والشفا. صباح الخير. صباح الفل. صباح النور. أنا آسف معلش أنا كنت أوفر امبارح شوية. على فكرة يا مروان أنا لما بقولك أي كومنت ببقى خايفة عليك، مش قصدي أغلس. بيتهيألي إن أنا من حقي أخاف عليك ولا إيه؟ طبعا. أكيد طبعا يا ماما. خلاص بقى أنا آسف والله معلش. طب هات بوسة وأقعد افطر. صباح الخير. صباح النور يا ماما. أنا رايح لجدي. خير؟ مش عارف، لقيته بيكلمني امبارح يقول لي عايزك بكرة، هروح له أشوف له عايز إيه. طب ابقى سلم لي عليه وبسهولة لغاية ما أشوفه. حاضر يا حبيبي. هتروح إزاي؟ أتمشاها ده هنا. أخدك معايا على الموتوسيكل. ماشي. تعالى. الحمد لله، شفت قربهم من بعض ازاي؟ لا قولي عملت ايه امبارح؟ خلاص الموضوع اتلم. بجد؟ بابي احنا لازم نعمل تحقيق في الموضوع ده، ولو اكتشفنا فعلا ان المصنع هو اللي ليه علاقه باصابه العمال احنا لازم نديهم التعويضات المناسبه. انا عندي كذا فكره للموضوع ده وعايز اقدمها لحضرتك. لينا انا مش هدفع ولا مليم لاي عامل من العمال، لان الشركه مالهاش علاقه باللي حصل ده خالص. هم يروحوا يشربوا سجاير ومخدرات بيجيلهم امراض ويرجعوا يقولوا المصنع. ايوه يا راجل، بس الناس دي غلابه معهاش فلوس تتعالج ولا يصرفوا على اولادهم، ده غير ان هم ولا بيعرفوا يحوشوا ولا يامنوا مستقبلهم. كل ده مالناش دعوه بيه، حتى لو كان حصل والشركه هي السبب، احنا مامنينهم من كل حاجه، عندهم اللبس الواقي والاقنع ما بيستخدموهاش ليه؟ يعني اهمال واغبياء. حتى لو كلام حضرتك ده صح ما ينفعش نشيل ايدينا من الموضوع ونقول مالناش دعوه. احنا عاملين تأمين صحي على العمال عشان يتولى الحاجات اللي زي كده ويعالجهم، غير كده انا ما عنديش ومش عايز اسمع كلام في الموضوع ده تاني. لينا انا صح مش طايق نفسي اعذري. It's okay يا بابي هستنى حضرتك بالعربية. راجي ما تطلعش عصبيتك على عيال، لو مش قادر تروح المكتب النهارده ما تروحش. ازاي بس يا إلهام؟ أنا عمري ما هربت من مشكلة، ما كنتش أتخيل في يوم من الأيام إن طريقة إدارتي للشركة تبقى محل شك من أي حد وخصوصا باباكي. إيه اللي أنت بتقوله ده يا راجل؟ إحنا واثقين فيك ثقة عمياء، ده غير إن الشركة دي ما كبرتش غير لما أنت مسكتها. بقول لك إيه؟ روق وإن شاء الله هتبقى مشكلة وتعدي. هه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 
ماشي يا عم. شكرين على التوصيله يا عم مرمر. حبيبي حبيبي. يلا. مش هتسلم على جدك؟ لا يا عم انا متاخر قوي. بقى سلم لي عليه انت. ماشي يلا تعال. ده ايه؟ ايه كويس؟ ماشي. باي باي. باي. خلي بالك من الطريق بقى. ها ماشي. صباح الخير يا جدي. صباح الخير يا علي. كويس انك جيت. انا كنت لسه خارج. مالك واقف ليه؟ ما تقعد. اقعد. انت طبعا بالك باللي حصل امبارح. لينا حكت لنا. انا زعلان قوي، حزين، مش قادر اصدق ان ده يحصل لشركتي اللي عشت عمري كله ابنيها واكبرها واحافظ على اسمي وسمعتي في السوق. معاك حق طبعا يا جدي، حاجة تقر الصراحة. انت فاضي بكرة؟ ولو مش فاضي فضي لك نفسي يا جدي. أنا عايزك تيجي معايا مشوار مهم أوي. فين؟ هقولك. عندي ليك معلومة عن الراجل بتاعنا، لسه وصلالي النهاردة الصبح. عثمان البدري؟ هو. يوم اختفاء علي كان عثمان البدري محبوسه في السجن. يعني إيه؟ طب وعربيته اللي في الصورة؟ ممكن تكون اتصورت بالصدفة. صدفة؟ لا 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 يا سامح، لا، إحساسي بيقول لي إنه لا، في سبب ورا وجود عربيته في المكان ده. طيب عربيته اتباعت إزاي طالما هو محبوس في السجن؟ لا 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 يا سامح، الموضوع ده فيه إن أنا مصدق إحساسك يا كمال بيه، بس كان لازم أقول لك أي معلومة توصلي في الموضوع ده عشان تبقى معايا في الصورة. وعلى فكرة هو عادي انه ممكن يبيع العربيه وهو في السجن، توكيل لاي حد يخلص البيع ما فيهاش مشكله. حد مين ويبيع العربيه ليه؟ ممكن يكون مثلا اتزنق في قرشين فحب يبيعها علشان يفك زنقه. يجوز ان الكلام اللي انت بتقوله ده يكون صح، بس يجوز برضو ان البيعه دي تمت علشان يخلص من دليل الادانه. احنا لو عرفنا هو كان عامل توكيل بالبيع لمين هنوصل لحاجات كتير قوي يا سامح. عموما انا بدور على الموضوع بس هياخد وقت، دي سجلات مرور بقالها اكتر من 20 سنه ويا عالم هلاقيها سليمه ولا تالفه. البيت كله متنشن، قلق وتوتر وعصبيه وانا مش عارف اعمل ايه. بس اكيد جوزك اكتر واحد متضايق من اللي بيحصل ده، مش هو بيدير الشركات كلها حسب ما فهمت منك؟ ايوه، هو اللي مقوم الشركه من سنين، بس الحقيقه دي اول مره نتعرض لمشكله زي دي. أنا عارفة إن راجي قوي وهيعدي منها وهيقوم أقوى من الأول. أكيد هيعدي طالما في ست عظيمة وذكية زي جنبه. هو مش بيقولوا وراء كل راجل عظيم امرأة أعظم منه؟ أنا بحب المزيكا دي قوي. وأنا كمان. إيه ده؟ زونا زي بعض. أيوة يا كمال، إزيك؟ طمني، ايه الاخبار؟ يعني ايه كان مسجون؟ امال مين اللي خطفه؟ لا احنا مش هينفع نتكلم في التليفون يا كمال، انا لازم اشوفك. خلاص 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 هستناك. باي باي. ايه في حاجه جديده في موضوع الشركه؟ لا مش في الشغل، ده موضوع يخص علي. اصل ابن عمي بيدور على الراجل اللي خطفه. بس حسب ما قلت لي يعني الموضوع بقاله سنين طويلة. حتى لو قضيت عمري كله مش هتعب ومش هيأس. أسامة بيه أنا خلصت، طمني بأي حاجة تانية؟ لا 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 خلاص، شكرا حبيبي. شاكرين قوي تعبناك معانا. علي يا فندم تحت أمرك. استناني عند العربية وأنا جاي لك حالا. تحت أمرك يا باشا. إيه ده نانسي، معقولة؟ حبيبتي إيه المفاجأة الحلوة دي؟ لقيت نفسي قريبة قلت أجي أشرب معاكي القهوة. تنوري، نانسي صاحبتي وجارتي، باشمهندس أسامة من أهم الكلاينتس عندنا في السنتر. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. طيب أنا هستأذن بقى، أنا محتاج أروح أوصل الكهربائي. هكلمك أطمن بقى إن الساوند سيستم شغالة. أوكي وميرسي تاني على الهدية الحلوة دي. خالص عليا.
طيب عن اذنكم. عن اذنك. ايه الحكايه يا لو؟ حكايه ايه؟ الهديه. الباشمهندس جايب ساوند سيستم للسنتر. للسنتر برضو ولا لصاحبه السنتر؟ يا ساتر عليك يا نانسي، هو انت مش هتبطلي طريقتك البايخه دي ابدا؟ هو انت ما شفتيش هو كان بيبص لك ازاي؟ بيبص لي ازاي؟ بيبص لي عادي، انت اللي دماغك فيها مشاكل وعلى طول مقفوره. بقول لك ايه، قفلي كلام في الموضوع ده عشان انا مودي النهارده زي الزفت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مالك خدتي الكلام جد كده ليه؟ انا بهزر معاكي. سوري انا مش قصدي، انا اللي مودي وحش بسبب اللي حصل، اكيد هشام حكى لك. اه صحيح، طمنيني، عملتوا ايه في موضوع العمال ده؟ الدنيا هديت ولا لسه؟ والله يا نانسي ما عنديش اي فكره عن التفاصيل، راجل مش عايز يتكلم وانا مش عايزه اضغط عليه اكتر من كده، بس الحقيقه ان انا قلقانه، اول مره تحصل عندنا حاجه زي كده، ولما قلت لبابا قلق اكتر، بس ما رضيتش اقول لراجي عشان ما اوتروش زياده. ربنا يستر بقى والموضوع يعدي على خير. ان شاء الله هيبقى خير، ما تقلقيش انت. بس بقولك ايه، ما تيجي نشرب القهوه في اي حته؟ مش هينفع يا نانسي، سارة رايحة الكنيسة وما ينفعش اسيب السنتر لوحده. نشرب القهوة هنا احسن. طبعا اذنكم. نتمشى؟ اتفضل. وانا ما وحشتكيش؟ هو انت عرفت مكاني منين؟ عشان انت قلتي لي قبل كده ان انت تبقي هنا، وانا ما بنساش اي حاجه انت بتقولها لي. وبعدين انت ماشي بعيد ليه؟ كده احسن. بصي انا عارف ان انا مهما قلت لك اي حاجه من أبرر بيها اللي أنا كنت بعمله مش هيبقى منطقي، بس الفكرة إن بابا. ماله باباك؟ جراله حاجة؟ هو كويس صح؟ هو الحمد لله كويس، بس تعب تاني في الفترة اللي فاتت دي ودخل نفسه في مشاكل كتير وأنا مسحول معاه. برضو يا رامز ده مش مبرر إنك تختفي فجأة كده ومعرفش عنك أي حاجة. رامز انا كنت بتحجج ان انا اكلم مدام الهام في الشغل او حتى بعد الشغل عشان اعرف اي حاجه عنك واطمن عليك. ساره انا ما بطلتش تفكير فيكي في الفتره اللي فاتت دي، الفكره بس كلها ان انا كنت تعبان ومتضايق وكان عندي مشاكل كتير. انا اسف، أنا مش هعمل كده تاني، أوعدك. يعني مسامحني؟ ولو اختفى التاني بقى، أنت حر. ممكن أروحك؟ صباح الخير دكتور جمال. صباح الخير، اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. اتفضل. تعالى يا علي، تعالى هنا جنبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش هو مين الأستاذ؟ ده علي حفيدي ابن راجي. الحمد لله على السلامة يا راجل. الله يسلمك يا دكتور. دكتور جمال مدير المعمل. تشرفنا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. نبتدي الاجتماع. خلاص يبقى احنا كده متفقين. لا ما اتفقناش يا ارو. ليه يا ابني في ايه؟ مروان يعرف الاول. وهو مروان ماله بحاجه زي دي؟ هو ولا ولي امري ولا هو اللي بياخد لي قراراتي، وبعدين انا عايزه اتعلم ركوب الموتوسيكلات وانت بتعرف تسوق، يبقى فيها ايه لو علمتني؟ اعلمك وكل حاجه، بس برضه مروان يعرف.
انت صاحبي وانا عارفه اكتر منك، دماغه متركبه شمال، ممكن يفهم الموضوع كله غلط. هاي هاي مروان. خلاص بس انت تخليك عند وعدك ليا، هنكمل كلام في الموضوع ده بعدين، اوكي؟ طيب ان شاء الله. انا همشي. ها سي يا مروان. باي. ايه خليك عند وعدك دي بقى ان شاء الله؟ مفيش، هيعلمني ركوب الموتوسيكلات. ومين اللي سمح لك اصلا انك تتعلمي؟ انا سمحت لنفسي، وبعدين انا قلت لك كتير تعلمني وانت اللي مش عايز. طب خلي حد يعلمك الموتوسيكلات ولا غير الموتوسيكلات وانا هكسر لك رجلي. هو انت مش عايز حد يعلمني ولا انت عايز تعلمني؟ اتس تو ماتش. هو انت تعملي الحاجات اللي بتضايقني وتقولي لي اتس تو ماتش وبعد كده تقعد تشتكي؟ وهفضل اشتكي طول ما انت محاصرني بتحكماتك دي. طب يلا يلا نروح ونكمل الحوار العبيط ده في البيت. يلا. لا مش هروح غير لما انا اكون عايزه اروح. ايوه مامي، عملت اللي اتفقنا عليه. المشكله ان كل الناس عندها الهاجس بتاع ان العمال اللي بيشتغلوا في الكيماويات لازم يجيلهم امراض خطيره، او الشغل في المجال ده عموما بيسبب خطوره على حياه الانسان، لكن احنا بنبعت منتجاتنا بشكل دوري للمعمل، ودكتور جمال كمان ممكن يوضح الموضوع ده اكتر مني. زي مستر الراجل اللي بيقول احنا في المعمل خدنا اكتر من مره عينات وحللناها، وفي كل مرة كانت نتيجة التحليلات بتثبت إن مفيش منها أي ضرر. أنا عايز التحاليل دي تتم في أكتر من معمل. يعني حضرتك ما عندكش ثقة في نتائج التحليل بتاعتنا؟ لا أبداً. أنا كل اللي عايز أوصل له إن التقارير اللي هتجيلي من أكتر من معمل هتخليني متأكد من النتيجة. وساعتها أقدر أناقش الاتهامات الموجهة لينا بكل ثقة. هشام، أنا عايز العقود اللي بيننا وبين شركات التوريد. كن جاهزة حالا. مالك، أنا عايز تقرير الحسابات عن الخمس سنين اللي فاتوا. حاضر مستر محمود. أنا في مكتبي منتظر الأوراق اللي طلبتها. ما قلتليش إن علي جاي النهاردة، مش اتفقنا هتظبطيني معاه؟ أنا ما كنتش أعرف إنه جاي. إيه ده، في إيه؟ مالك؟ اكيد يا داليا في الظروف اللي احنا فيها والاسترس اللي احنا فيه، لما الاقيكي جايه تساليني عن علي وكاننا اتنين لسه مراهقين، اكيد ردي عمره ما هيعجبك. تمام اوكي. داليا، انا خدت علي وعملنا جوله في الشركه، لو سمحتي كملي معايا احسن، انا تعبت شويه. حاضر مستر محمود، اتفضل. ماشي. قولي لي يا لينا بصراحه ايه اللي بيحصل في الشركه من ورايا؟ مفيش حاجة يا جدو، سياسة الشركة واضحة للكل. امال اللي حصل ده سببه ايه؟ معقولة مفيش حد في الشركة عارف مشاكل العمال والأمراض اللي جات لهم إلا لما جم هنا وعملوا اللي عملوه؟ أنا شاك إن عمك الفريق كان يعرف، بس مرضاش يقول لحد. مش معنى فريد يعني؟ مجرد مدير أمن. لا يا جدو، فريد مش مجرد مدير أمن، ده موجود في كل صفقة بتعملها الشركة. مش عارفة، ده كأنه نائب رئيس الشركة. أنا نفسي بجد بابي حاجب من صلاحياته شوية. ازيك يا مالك؟ أهلا يا علي، أهلا. اتفضل اتفضل. طب أنا عندي شغل بقى أخلص وتعالى لي على المكتب، أوكي؟ اتفضل يا علي. منور الشركة كلها والله. منورك. بس اشمعنى يعني النهاردة قررت تعمل الزيارة دي؟ والله الواحد لما يحب يجي شركته يجي في أي وقت. اه ده اكيد. معطلك عن شغلك؟ لا 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 خالص. وايه الورق الكتير اللي على مكتبك ده؟ يعني انا لو قلت لك هتفهم؟ لا على فكره انا بيها قوي وعاجبك. تحب نجرب؟ طيب ده ورق ليه علاقه بالميزانيه، وعشان اطمنك احب اقول لك ان الارباح زادت في اخر 3 سنين زياده غير مسبوقه بالنسبه لحجم تعاملات الشركه يعني، وان شاء الله بالشغل الجديد اللي بنعمله انا ولينا هتزيد اكتر. بالمناسبه بقى مالك،
وانت عايز ايه من لينا اختي؟ عايز اتجوزها، وسبق وفتحت مستر راجل في الموضوع ده، وهو كان شايف ان احنا ناخد فرصه نعرف بعض الاول. بس لينا ما بتحبكش. هي قالت لك كده؟ مش محتاجه اقوال، هي ما بتحبكش. بس انا شايف العكس، وشايف كمان ان هي صاحبه القرار، لان الموضوع ده يخصها هي شخصيا، ما يخصش حد تاني. بس انا اخوها وموضوعها يخصني ويهمنا اطمن عليها. وانا وعدك على ان انت تبقى مطمن عليها معايا، لان مفيش حد بيحبها ولا يخاف عليها قدي. امال علي فين؟ سبته مع مالك. اه طيب حضرتك خلاص هتروح؟ اه كفايه كده النهارده. تمام اقعدي عشان انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. حاضر. الموضوع اللي هكلمك فيه ده مش عايز اي مخلوق يعرف عنه حاجه مهما كان درجه قربه منك، حتى لينا مش عايزك تجيب لها سيره. طمن حضرتك مش هجيب سيره لاي حد. انا حاسس ان في لعبه بيحصل في الشركه من ورا ظهري، في قرارات بتتاخد انا ما عنديش علم بيها. في الحقيقه مش ده اللي قلقني، اللي قلقني ان القرارات اللي بتتاخد دي ممكن تاثر على الشركه وعلى منتجاتها بالسلب. طب حضرتك ليه ما تتكلمش مع مستر راجي مباشرة عشان تفهم منه ايه اللي بيحصل؟ اكيد هقعد معاه وهتكلم، بس في شوية معلومات عايز اعرفها قبل ما اقعد معاه. عايزك تراقبي اللي بيحصل في الشركة وتقدمي لي تقرير يومي بيه، وتحط عينك على فريد. عايزك تراقبيه كويس قوي وتعرفي ايه النشاط اللي بيقوم بيه في الشركة.